كنت في أحد الجروبات الصحية في الواتساب، فشفت الصورة مكتوب عليها السمنة لا تليق بي، حطيت الهاشتاج السمنة لا تليق بي، طلع لي الكثير من الصور. شفت أن معظم الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل الهاشتاج السمنة لا تليق بي، بس ما شفت أي حساب يتبنى هذه القضية، قضية مكافحة السمنة، قضية القضاء على السمنة. هي حملة مجتمعية لمشاركة متابعيني على وسائل التواصل الاجتماعي بتجربتي في إنقاص وزني للوصول إلى الوزن المثالي، عشان أشجعهم على تبني أنماط الحياة الصحية حتى أهما بعد يوصلون إلى الوزن المثالي أو المحافظة عليه. الهدف العام من هذه الحملة الوقاية من الإصابة بالأمراض، للتقليل من مضاعفات هذه الأمراض بالقضاء على السمنة. التجاوب الموجود من جميع الفئات، ولكن أخص بالنساء. النساء كثير منهم تواصلوا معي حابين أنهم يشاركون في هذه الحملة، ومن هنا انبثقت المرحلة الثانية لحملة السمنة لا تليق بي، اللي هم المتابعين حتى يتبنون أنماط الحياة الصحية كما أنا أشرحها في النصائح التوعوية. سوف نشارك 10 من المتابعين المهتمين بهذه الحملة وبأهداف هذه الحملة. الهدف مثل ما ذكرنا القضاء على السمنة على المدى البعيد، للوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية، للوصول إلى تمام الصحة بإذن الله.